بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتكم. خلصنا الأسبوع الخامس، تم تيجي السادس والسابع. السادس والسابع يا جماعة اللي بيحط برنامج التسميد، هي مش موضة ان هو لازم يغير؟ يعني مش عايز اضحك عليك مثلا وهاجي على يوم السبت واقول لك لو النبي بدل من نص كيلو لا نخلوه، ما عرفتش. لا مش عايزين كده، يعني عايزين الامور تبقى طبيعيه جدا. الكميات اللي قدامك دي هي بتاعه بالظبط الاسبوع الخامس، تمام؟ طيب يبقى الاسبوع السادس والسابع هنكملهم برضو على نفس المنوال، تمام؟ الاسبوع السادس والسابع هم نفس، يبقى الخامس والسادس والسابع زي بعض، تمام؟ مش هنقول اي حاجة فيهم. ليه؟ لان انا حاطط كل العناصر اللي محتاجها النبات، واللي انت لو اتبعتها الامور هتبقى معاك تمام. ربما البعض يقول اصل الكميات دي صغيرة. هي صغيرة ولكنها لاحظ ان هي بتتحط كل يوم، تمام؟ واحنا اتعودنا برضو في برامج التسميد ان انا بحط للنبات كل يوم، افضل ما احط له كل يومين كمية كبيرة، لا احط له كل يوم كمية صغيرة افضل، تمام؟ يعني انت لو عندك كيلو لحمة بدل ما هتاكله مثلا لو قسمناها على السبعة ايام في الاسبوع هيطلع قد ايه؟ تقريبا 140 جرام او 150 جرام، تمام؟ طيب 150 جرام اكل كل يوم 150 جرام لحمه، ولا اضربه في اسبوع في الاسبوع في على يومين واريح دماغي يوم افيد للجسم وافيد للصحه؟ واكيد طبعا ان انا اقسم كيلو اللحمه ده هو على كذا يوم. دي نظريه في التسميد، تمام؟ بتزنق للحاجات دي بقى الا اذا كانت عندي الارض طينيه او انا في فصل الشتاء وبالتالي الارض مش متطلبه عندي ميه، فبالتالي برنامج التسميد ده هو بحط النص بتاعه وبيبقى يوم ويوم. بس يا جماعه لازم الاسمده الورقيه، يعني احنا في الشتاء الارض ما بتستقبلش ميه كتير، تمام؟ ولما ما بتستقبلش ميه كتير والجذور اساسا الامتصاص فيها بيبقى ضعيف جدا نتيجه للبروده، العبء البروده اللي نازل على الجدر وحركه العناصر بتبقى ضعيفه، ففي الحال ده يعني بيبقى في كسل في النبات وفي الجذور بالذات، فبالتالي في الوقت ده هو بنستخدم أسمدة ورقية ولو ثلاث مرات في الأسبوع. بمعنى إن أنا كان عندي طماطم مثلا شتوي، تمام؟ الطماطم الشتوي دي كانت مزروعة في 25/7. 25/7 معروف إن إحنا يعني بناخد العروة الكويسة، طبعا كان بيوت محمية، بناخد العروة الكويسة دهيا، بتبقى هي متعبة شوية في الفيروس وفي البياض الدقيقي بيحصل لنا كتير في البيوت المحمية، ولكن بنقدر نتغلب على الأصناف دي وبناخد منها أقل إنتاجية، بتبقى كويسة نتيجة لأن الأسعار أساسا بتبقى مرتفعة في المملكة، وإن الوارد بتاعها في الوقت ده هو بيكون تقريبا من تركيا يعني، فبالتالي كده كده بتستورد فبيكون غالي، لما بيوصل كمان هنا في السعودية ما بيبقاش اللي هو يعني، فبالتالي الأسعار بتبقى مربحة، تمام؟ طيب في الوقت ده هو لما نيمنا الطماطم عملنا لها عملية الترقيد، تمام؟ أول ما جمعنا الشوية الأولانيين فابتدت الطماطم من فوق، يعني بقى ندخل في شهر 12 و1، صدقني مع قليل من التدفئة مع الرش الورقي مع الأحماض الأمينية، والله ما كنتش بحس ان الطماطم اساسا يعني مزروعه في فصل الشتاء اطلاقا. ليه؟ لان انا برش سماد ورقي مع احماض امينيه على طول، فبالتالي النمو كويس، والحبايه كمان اللي هي دايما الناس بتشتكي من صغر حبايه الطماطم وخصوصا في الرمي الطرفي مثلا، يعني في الرمي الطرفي كله بيشتكي من الطماطم، تمام؟ فبنقدر نقول يا جماعه ان انا مثلا عندي الطماطم اهيا، تمام؟ وان انا رقدت الطماطم كده، تمام؟ وده الجذور بتاعتها يرقدنا ده المفروض في الشتاء بيبقى ضعيف شوية، تمام؟ النمو الخضر هنا لو رش ورقي من سماد محترم مع احماض امينية الدنيا هتبقى معاك ممتازة جدا، الدنيا هتبقى معاك ممتازة جدا، وهتاخد أحجام يعني ممكن تقل عن اللي تحت شوية ولكنها محترمة، مش هتقل عن 125 أو 100 جرام للثمرة الواحدة، تمام؟ دي حاجة ناخد بالنا منها كويس جدا يعني. في حاجات برضو رغم إن إحنا مثلا في الصيف
بيحصل عندي شوية حاجات. من حوالي أسبوع، خد بالك احنا يعني ما حدش يفكر يا جماعة ان الواحد يعني ما بيحصلش عنده، انا عندي مشاكل في النبات برضو، بس المشكل مش في المشكلة، المشكل في انك انت ما تحلش المشكلة. انا عندي مثلا نبات طماطم زرعه في 9-6، تمام؟ 9-6 عندنا التوتا أبسلوتا، تقريبا كان في اخر رمضان. التوتا أبسلوتا بهدلت الدنيا، ماشي؟ فبالتالي احنا بنرش على طول، انا ما عنديش فترة بقى ما قبل حصاد ولا حاجة، ده لسه طماطم صغيرة، بنرش بقى الافسكت وبنرش الافانت وبنرش الكوراجين وبنرش السايبة مسرين وبنرش اللمبادة وبنرش الاستمبرايد، كل ده بنرشه يوم ويوم ماشي، ممكن كل يوم ماشي على حسب حركة الزواج الفراشة في البيت، تمام؟ وإن الفراشة لو سبتها تستعصى علينا وهتبقى أيامها طويلة يعني، فبالتالي ابتدينا نرشه رش كتير يعني، فحسينا إن النبات وقف عندنا، النبات وقف، تمام؟ وقف النبات. طيب لما وقف النبات ايه اللي احنا هنعمله في الحالة دي؟ احنا عندنا مبردات جو، النبات وقف، النبات وقفت، عمالين بندو اكسينات وعمالين بنحطه هيومك، ماشي؟ ودحقن ورشينا كمان، تمام؟ مع احماض امينية، مع احماض امينيه، مع يعني ان بي كي، بس ايه يعني قويه جدا من شركه اجروليف، قويه جدا جدا يعني، بتحط يعني الخيار كنا بن بن بنحطه مثلا في الشتاء يومين ويومين او 3 ايام والرابع بنجمع، او يومين والثالث بنجمع، لا هي بتاثر عليك يوم وبتدي انتاجيه يعني، بتزود، بتلاحظ الانتاجيه ابتدت تزيد قدامك، بتزيد زياده محسوسه يعني، مش الان بي كي دي. فلما بنحط ده هو يا جماعه ماشي، برضو النبات كسلان. احنا الزراعه يعني ما بنحجرش دماغي، انا ضد استخدام اليوريا، تمام؟ انا ضد استخدام اليوريا. في السعوديه ما عندهمش نترات نشادر، ممنوعه خالص، مش موجود، تمام؟ حمض النتريك نسبة النيتروجين فيه قليلة. السلفات برضو 20.6. تخيل ما قداميش إلا إن أنا لما برش يحط السيتوكينين الأوكسينات، لما بحطينا الأوكسينات ولما حطينا الـ 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 ولما حطينا الأحماض الأمينية، ابتدى اللون بتاع النبات يعمل لي اصفرار. اصفرار ليه؟ نتيجه الحاجات دي نشطت النبات زياده عن اللازم، فابتدى النبات يصفر. طبيعي ان بنحط اي منظمات نمو النبات عندنا بيصفر، تمام؟ بقينا نحطه في الجذور، وبنحطه كمان رش اللي هو الفولير ابلكيشن، برضه بنحط تسميد طيب ابتدى الاصفرار. وقف دماغي بقى عندي كده ولا شغل دماغي؟ لا نشغل دماغي، يوريا. يا الله، حد بيحط يوريا في الصيف في درجة الحرارة دي؟ هعمل ايه طيب؟ ما انا مش هحجر دماغي، حط يوريا. حطيت يوريا للبيت بمعدل 3 مرات 10 كيلو للبيت اللي هو فيه 7500 نبات، تمام؟ 10 كيلو على على مدار اسبوع مع الرشات دي، اتحرك النبات غصب عنه، اتحرك النبات غصب عنه، عيني على. بس انا برضو عشان يعني النقطة دي يكون فيها امانة، لان في حاجة يا جماعة اسمها الامانة العلمية، لما تكتب رسالة علمية يبقى اي حاجة بتاخدها لازم تقول فلان قال كذا سنة كذا وانا بخالف او بعترض معاه، دي اسمها امانة علمية، ما تكذبش لان دي امان. الامانة ان انا عندي مبرد، فبالتالي انا مظبط المبرد بتاعي على 26 درجة مئوي، تمام؟
فممكن في وقت الذروة اللي هي من الساعة 11 أو من الساعة 12 للساعة 4 العصر ممكن درجة الحرارة توصل عندي 35، ولكنها كم درجة كم ساعة؟ 4 ساعات، تمام؟ فبالتالي عندي المبرد ده هو. ايه علاقة المبرد باليوريا؟ لا، اليوريا لو في حرارة عالية ممكن تعمل لي مشاكل في النبات، تمام؟ لان عشان تتمثل بتبقى عايزة طاقة كتيرة، والطاقة بتبذل في النبات بالنسبة للنبات اللي في الحر بيحتاج برضو بيحتاج طاقة كتير، فبيبقى في نزاع بين ان اليوريا تتمثل في النبات او ان النبات يعيش. فطبعا النبات بيعيش، ممكن يحصل لي مشاكل بالنسبة لليوريا، ممكن يحصل تسمم للنبات. فانا ابتديت احط يوريا، ابتدى الحال يتعادل معاي، يعني عشان انشط من نزير المبيدات الكتير اللي انا رشيتها، عشان انشط بقى ابتديت احط اوكسينات اللي هو كان المركب زي الكلباك، زي في مليون مركب، يعني مش عايزين نقول حاجة، انسى الكلباك ده، او احماض امينية او كلام من ده كلته، تمام؟ فابتدى النبات يفتح معايا، ده طبيعي، ما حدش يقول لي ان انا بحط الاوكسينات او الكلباك، لا لازم يفتح، تمام؟ ابتدى يفتح، يحصل عندي اصفرار، ابتديت احط يوريا، عيني في اليوريا على ان انا عندي مبرد درجه الحراره عندي 26 قد تزيد ل 35 في الساعه 12 للساعه 4، ولكن الدنيا في الاخر الحمد لله بتتحسن وتبقى كويسه. معنى القصه اللي انا بحكيها دي كلها، تمام، بحكيها لك ليه؟ عشان ما تصدرش دماغك وتوقف دماغك عند برنامج معين. النبات قدامك في لغة ما بينك وبين النبات، كل يوم الصبح بتشوفه الدنيا فيها ايه، زي انت